الله الرحمن الرحيم، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل قطر وبرا قطر، ودائما نقص بالتصبيحة أمهاتنا وأبهاتنا الكبار ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. أعزائي المشاهدين، برنامج صباح الدوحة مثل ما تابعتونا خلال الفترات الماضية، احنا نتنقل من مكان إلى مكان، لكن يوم الأحد نكون معاكم في السوق المركزي في السيلية أو الأسواق اللي فيها خضار، وإحنا ننتظر بإذن الله الموسم القطري حتى يكون هناك تبرة أيضا في سوق السمك أو قريب من سوق السمك اللي هي مقابلة الجهة المقابلة لسوق السمك من ناحية الجنوب. ويوم الأحد نكون معاكم في فطور صباحي، يوم الاثنين نكون معاكم في فطور صباحي، ويوم الثلاثاء نكون معاكم في المرور، يوم الاربعاء نلف بكاميراتنا في اماكن نحاول نخدم مشاهدنا الكريم ونقدم له خدمه من خلال نقل مكان قد يحتاجه في يوم من الايام، ويوم الخميس لقائنا دائما يكون في الشبره الرئيسيه في منطقه ام صلال علي او الشبرات المتوزعه في دولتنا الحبيبه قطر، وهناك اكثر من شبره في دوله قطر. إذا احنا دائما نقول يوم الخميس سفرة هالقطر مقيمين قطر وأيضا إخواننا في الخليج بشكل عام تكون سفرة فيها السي فود أو الأكل البحري. إذا يوم الخميس لما نتواجد في شبرة أم صلال علي وهي الشبرة الرئيسية نقول هناك تنوع في الأسماك، هناك يعني جميع أنواع الأسماك اللي يحتاجها المواطن والمقيم قد تكون موجودة في الشبرة ولا تكون موجودة في مكان ثاني. إذا اليوم مثل ما تشوفون من خلال الكاميرا السوق عامر ما شاء الله وفي كثير من الناس. أنا ودي أخذ كلمة، إذا بتعطيني كلمة شلونك يبا؟ خير يبا، طيب إن شاء الله الحمد لله، الله يعطيك العافية. عافيك يبا. يوم الخميس دائما هالقطر يحبون سفرتهم تكون فيها زفارة. زفارة زين، بس عاد الزفارة كلها غالية. غالية غالية، يمكن هالأيام غالية أساس ضربات الهواء اللي صارت. لا لا ما أعتقد، هاي مخمر صار لها يومين ثلاثة أيام. ما يدخلونها هناك، هناك هناك دكاترة يفحصون عليها أكيد. أي دكاترة؟ وأنتوا هالقطر تعرفون حق السمكة أكثر مني. إي نعم، بس ما عليه، بس مخمر كله. شو اللي غالي اليوم؟ منو؟ شو اللي غالي؟ شو أقول لك؟ الهامور غلى طبعًا، من أربعينات وصل اليوم السبعينات تقريبًا. حتى عندك الهامور، عندك شو يسمونه؟ كان عد ارتفعت شوي. ارتفعت لأنه مو بوقتها الحين. وقتها. أنت الشاي تأخذ؟ بالضبط الشاي تأخذ. أنا أخذ بحري. شنو نوع السمك اللي تحبه؟ أحب أم الربيان. الربيان. زين. أحب أشياء حلوة يعني. الحمد لله والخير. الربيان وأم الربيان لها كذا طبخة في قطر، شو تحبها تكون مطبوخة؟ أحلى شيء تأكلها إيش؟ برياني. برياني. نعم، يعني تطلع لحمها وتاكلها برياني. برياني الربيان، انت بتجرب برياني احلى شيء. نعم، والربيان من هو؟ والربيان ايش بلا ايش تحب يكون؟ انت تتكلم اول شيء عن الربيان ولا من الربيان؟ من الربيان تقول تحبها برياني. لا احسبك تعاني شو اسمه الربيان برياني. زين، وام الربيان؟ لا سوها مشويه. نعم، في ناس يسلقونها فوح، هذا متعودين اللي يسلقونها بالخضرة، اللي يسلقونها بالطماط، اللي يسلقونها بالبيبسي، بالسفن آب. يعني كل واحد وذوقه. كل واحد وذوقه. زين، أنا أقول عسى الله يحفظك ويخليك الكرسي هذه إن شاء الله بإذن الله ويقومك بالسلامة. أدلع نفسي بالكرسي أنا. بيض الله وجهك، بالعكس بالعكس إحنا نشد على يدك أيضا. بس الله الله بالأسعار يبقى. إن شاء الله إحنا بنحاول. بارك الله فيك، بيض الله وجهك. خلونا نشوف أول محل هني. ونشوف أنا يمكن أبي أركز في هذا المحل على نوع واحد يمكن من السمك عنده، مع أنه في أكثر من نوع، بس على أساس أنه دائما الناس يسألوني فقلنا خلنا نشوف الصافي الصنيفي في البداية. كيف حالك؟ طيب؟ فريش فريش فريش، يعني السمكة تبين حتى من حجمها، قلنا إذا تمسكها من الوسط كذي ما تنزل لا من صوب الذيل ولا من صوب الرأس. وهذه السمكة موجودة في بحرنا في الخليج، موجودة في قطر، وفيه أظن أعتقد أنها موجودة بعد في السوق قطرية اليوم. مال وين؟ مال الشمال هذه. مال الشمال، والله أنا فكرت عماني لكن ما طلع مال الشمال.
على كم؟ هذه 75 70 ريال. 75 70 دائما الصافي الصنيفي يكون غالي شوي. اخر اخر تحت 70 ما يصير؟ 70 ريال اخر. 65 ما يصير؟ 65 ما يجي 70 يمشي. ما شاء الله يعني هذا تقريبا نص كيلو فيها. اوكي ما في مشكلة. يعني سمجتين تقريبا كيلو ب 70 ريال تطلع، الهامور على كم اليوم؟ هامور اليوم 65 ريال. يعني نزل تقريبا 5 ريال او 10 ريال عن الاسبوع الماضي، اخر كم يمشي هامور؟ 63 ريال يمشي. 60 ما يمشي؟ يمشي. يمشي 60، اذا من 75 او 70 الاسبوع اللي طاف لين 60 زين زين، شكرا لك. خلوني انتقل محل ثاني، خلوني انتقل محل ثاني. واليوم يعني بعد ابي اركز على شيء هني، ابي اركز على شيء هني. دخل داخل، دخل داخل، تعالي مني الله يخليك. يعني اليوم الصافيه بهذا الحجم، بهذا الحجم ما شاء الله وتبارك الله. يعني تعالي تعالي هني الله يخليك. بسرعه 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 ما عندي وقت. بسرعة الله يخليك، بسرعة ما عندي وقت. تعالي هني. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. مال وين صافي؟ هذه مال وكرة. مال وكرة. وكرة. على كم اليوم؟ تقدر أقول لنا لاسي؟ 30 أو. 30 30 آخر كم تقريبا؟ لاسا 28. 28 يقول يمشي، والله كبيرة. كبيرة يعني كبيرة. نشوف الأحجام بهذا الحجم ما شاء الله، الله يزيد ويبارك ولا يغير علينا في دولتنا الحبيبة. قطر شكرا لك. خلني انتقل ايضا محل ثاني. انا ودي هني، ودي هني لكن ما في حد كنا. وين وينه؟ وين راعي المحل؟ راعي المحل وين؟ تعالي بسرعه 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 الله يخليك. سرعه سرعه ما عندي وقت. تعالي هني الله يخليك. هني تعالي. كيف حالك؟ زين الحمد لله. تمام ان شاء الله. حنافيز على كم؟ تعالي هني، تعالي هني الله يخليك. على كم اليوم؟ هذه 8 ريال. 8 ريال. والعنفوز من السمك الحلو عندنا يعني، او هذه السمكه شوي. انا يعني حسب ما عرفت طول عمري هي حق الشوي، واحيانا يعني تغل في السوق، تغل في السوق. والنيسر ايضا سمك شوي وسمين بعد. كم نيسر؟ نيسر هذه، نيسر هذه 7 ريال. 7 ريال النيسر. قباقب على كم؟ هذه 9 ريال. 9 ريال. خلينا نشوف. بلطي مال وين؟ بلطي مال وين؟ مال مصر. مصر. مال مصر على كم؟ هذه 15. 15. سيباس على كم؟ هذه 30. مال تركيا؟ مال تركيا. مال تركيا. الشعري؟ الشعري هذه 10 ريال. 10 ريال الشعري. ربيان ما عندك؟ ربيان ما في. صالة على كم؟ او زبيدي؟ زبيدي؟ بدي هذه 22. 22 اليوم. بدح على كم؟ بدي هذه 15. بعد كبار البدح، والله كبار كبار ما شاء الله. يعني بعد كبار البدح 15. اخر كم؟ آخر. يقول اخر ما يقدر ينزل، ما يقدر ينزل. شكرا لك. خلوني انتقل محل ثاني ونشوف هني، نشوف هذا المحل. تعالي الله يخليك. كيف حالك؟ زين. طيب. ربيان مال وين؟ تعالي هني 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 الله يخليك. هذه عمان. عمان. ايوه. مزارع ولا بحر؟ مزرعة. مزارع. على كم؟ هذه 25. 25 والله. واحجامهم زينة، احجامهم زينة يعني حجم الربيان. ومزارع، مزارع مال عمان، وان شاء الله يكون بعد في مزارع مال قطر وقريب. صالة على كم؟ هذه زبيدي. زبيدي وصالة على كم؟ 25. 25. كراري على كم؟ هذه 10 ريال. 10 ريال. بلطي مال وين؟ عمان. عمان على كم؟ هذه 13. هذا شنو؟ هذه ميد. ميد. خلني اشوفه، خلني اشوفه. يعني هذه تصير بياحه يقولون، حسب علمي لكبره تصير بياحه. يعني انا يمكن يعني بعض المسميات يعذروني مشاهدينا الكرام. هناك من اهل قطر ما شاء الله خبره كبيره، يعرفون نوع السمكه ومن نظره، من نظره. وايضا المقيمين، ايضا المقيمين في قطر. سيباس مال وين؟ سيباس تركي. تركي. على كم؟ هذه 33. 33. 30 يمشي؟ ايوه يمشي. 30 يقول يمشي. شعري؟ شعري 15. 15. مال دوحة؟ ايوه دوحة. مال اليوم؟ اليوم. مال اليوم. يقول خلونا نبطل نقنوق واحدة منهم. يعني انا ساعدني معلش شوي، يعني نشوف
دائما اللي بيجي الكبرة اكثر شيء حكم على النغانيق، واخواننا العرب يسمونها الخياشيم يمكن. والعين، العين اذا كل ما كانت صافيه كل ما كانت تكون الاسمكه فرش وطازجه. والجسم يعني نضغط على الجسم ونهد الجسم ونشوف يرجع مره ثانيه جسم الاسمكه، اذا الاسمكه طريه ومالت اليوم. ومثل ما ذكرت يعني هالقطر عندهم خبره اكثر مني في السمك. على كم قلت لي شاري؟ 15. نيسر؟ نيسر 8 ريال. ما شاء الله سمين النيسر اليوم، سمين سمين. شوف شو البطن ما شاء الله، شو العين ايضا، يعني من السمك، من السمك اللي عليه صفط، اللي عليه صفط. ومثل ما كم قلت لي؟ 8 ريال. 8 ريال. طيب عماد، عماد من فصيله ايضا، من فصيله، خلنا نشوف العماد ايضا من فصيله العنفوز، لكن يجي اكبر وحجمه اكبر، وحسب ما اعرف ايضا هذه السمكه يعني شوي اكثر، تكون مشويه اكثر. وهناك طرق يعني لطبخ السمك في اكثر هالقطر والمقيمين، كل واحد له طبخه معينه او يحب طبخه معينه بالنسبه للسمك. هذه نيسره بهذا الحجم، نيسر عربي بهذا الحجم وحذاها الفسكره، يعني ما شاء الله ما شاء الله. هذه نيسره، هذه نيسره، تعودنا على النيسر صغار وهذه بهذا الحجم ما شاء الله. فسكر، الفسكره ايضا بنت النوخذه من اجمل اسماك البحر في الخليج او في قطر على وجه الخصوص، يعني سمكه حلوه، لذلك لجمالها سموها بنت النوخذه ربان السفينه. على كم؟ هذه 10 ريال بس. 10 ريال بالنسبه للكيلو بالنسبه لبنت النوخذه او الناس. او خلونا ننتقل ايضا مكان ثاني، خلونا ننتقل مكان ثاني. انا كان ودي صراحه اني القي الضوء على ام الربيان والصقوع المحار، يعني ودي في ما دامني في الكبره ودي ام الربيان وين؟ يقول بعيد، يقول بعيد، انا احاول اوصل له، احاول اوصل له، كني وصلت. تعالي تعالي الله يخليك، تعالي يا مطوع، تعالي يا حبيبي، تعالي شوي، وين تعالي شوي، تعالي. معليش اسمح لنا يا اخنا الكريم، اسمح لنا معليش. الله يحفظك، تعال. كيف حالك؟ كيف حالك؟ تمام ان شاء الله. ام الربيان كم اليوم؟ ام الربيان 68 ريال. 60 اخر. قالوا انه غالي شوي، قالوا انه غالي شوي. أم الربيان يعني من الأسماك البحرية اللي يحبونها المواطنين والمقيمين، وأيضا هذه النوعية من الأسماك محبوبة في دول كثيرة حتى برا الخليج. أنا أدور الأكبر شوي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني حجمها كبير. آخر كم؟ 60. 60 يقول آخر شيء، آخر شيء مالت عمان، مالت عمان. طيب الربيان هذا مال وين؟ كله عمان سياري، كل عمان؟ كل عمان. زين هذا النوع بكم؟ هذا النوع 55 ريال، يعني هذا احجام كبيره. وهذا النوع؟ هذه سيم سيم يعني 55. هذا نفس الشيء؟ نفس يعني. ليش؟ شل حجمه هذا يعني بس بحر. هذا بحر؟ بحر يعني. وهذا؟ يقول لك بحر يعني ما الله اعلم. يقول لنا قايلين لنا هذه بحر ونفس السعر الاثنين. وهذا النوع؟ هذه مال صغير يعني 22 ريال. وهذا النوع؟ هذه 30 ريال. والنوع الاخير هذه 38 ريال. 38. هوامير على كم اليوم؟ هوامير اليوم 60 ريال مزاد، 60 ريال. بلطي؟ بلطي 13 ريال. تعال خلينا نشوف الربيب عندك، خلينا نشوف الربيب على كم. الربيب هذه صغير 35. صغار طبعا، صغار صغار. كان عد، كان عد 65 يستري. 65 اليوم. طيب تعال خلينا نشوف. هاي شعوم؟ شعوم عمان كبار مال البحر، غزار مال البحر، غزار. على كم؟ 25. 25. 25 يوم. والصافي على كم؟ صافي 30 ريال. 30 ريال. البياح على كم؟ مال وين؟ عماني بعد. يعني الاسماك العمانيه بكثره ما شاء الله في السوق القطري، محيط في سلطنه عمان الشقيقه، وتصدر لدوله قطر. وايضا يعني احنا في يوم من الايام ايضا، انا ما اعرف اذا حتى الان يصدر السمك القطري او لا، لكن ايضا كنا نصدر كميات يعني لا باس بها لدول مجلس التعاون الخليجي. على كم؟ 20 ريال. 20 يقول اليوم 20. طيب
سلوس سلوس والله حجمه كبير بعد عماني يقول بعد عماني سلوس هذه يعني غرام الحداقة اللي حدقون يدورون هذه السمكة عشان يسمحون بها أو يقطونهم حياة حق السمك على كم اليوم؟ 12 ريال. البواليل على كم؟ هذه 40 ريال صغير يعني صغير 40 البالول البالول فسكر على كم؟ فسكر 15 ريال. 15 كوفر؟ كوفر 15 بعد 15. هذا فرش؟ فرش يعني مال وين؟ دوحة كل دوحة مال الدوحة على كم؟ 7 ريال ولا 7 ريال قباقي؟ قباقي 20 ريال 20 ريال أضلع على كم؟ هذه 8 ريال 8 ريال بالنسبة للأضلع. شكرا لك شكرا. خلوني أنتقل ايضا محل اخر ويعني نحاول احنا ننوع في نوعيه السمك حتى تصل النوعيات الموجوده في الكبره الرئيسيه في منطقه ام صلال علي للمشاهد الكريم. هناك كثير من مشاهدينا او متابعينا عبر برنامج صباح الدوحه لهم يعني انواع معينه من السمك، فكل واحد يحب نوعيه معينه من الاسماك تكون متواجدة في سفرته يوم الجمعة أو يوم الإجازة أيضا حتى يوم السبت. إذا خلونا نشوف هني. تعالي تعالي الله يخليك تعالي بسرعة. يعني لفت نظري اليوم الخثاق بهذا الحجم. كيف حالك؟ الحمد لله. مال وين الخثاق؟ مال عمان. هذه عمان. أيوة. على كم؟ أي 35 بأي 30. أنا 30 يمشي؟ يعني أنا جيب واحد جيب ارفعه هذا بس قدام الكاميرا خلنا نشوفه معليش. يعني نشوف هذا الخثاق بهذا الحجم يعني ما شاء الله يمكن فيه 5 كيلو. ايوه 5 6 كيلو فيه 6 كيلوات في خثاق واحد. رجعه يعني ما شاء الله ما شاء الله. سردين مال وين؟ مال عمان. على كم؟ اي 6 ريال. 6 ريال. زبيدي أمالومان. زبيدي أيضا هذه من الأسماك المحببة في دول الخليج وفي قطر ولها طبخة وهالكويت مشهورين فيه يقولون مطبق زبيدي. وإحنا هنا أكيد في الناس اللي تطبخ ربات البيوت الله يحفظهم الخدم أيضا لهم طريقة في طبخ الأسماك والزبيدي من الأسماك الجميلة وبدون قشور أو بدون صفط. على كم؟ اي 45 40 ريال. 40 يقول مال عمان. ايوه عمان. تعال خلينا نشوف صافي. صافي مال وين؟ صافي غزل. هذه مال غزل يقول انا ابي الناسيه. أيوة. يعني انا ادور لكن ما في هذه يمكن هذه يعني تقريبا وسمين الصافي. أيوة. على كم؟ اي 35. 35 مال غزل. ايوه غزل مال جال. أيوة. مال جال هذا. طيب ام الربيان على كم؟ ام الربيان 70 ريال. آخر أمل لومان آخر شيء. آخر يقول آخر أم الربيان مال عمان وأحجامها كبيرة. كلماري مال وين؟ كلماري مال عمان. عمان عليك. هذه 33. عندك نوعين 3 4 5 6 أنواع من الربيان. قول لي أول نوع بكم؟ هذه مال مزرعة. مزرعة عليك. هذه 30 ريال. 30 وهذا النوع؟ هذه مال بحر. مال بحر عليك. أيوة. هذه 65 ريال. 65 هذا النوع؟ هذه مزرعة. هذه 40 ريال. 40 هذا النوع؟ هذه بحر. هي 60 ريال. 60 وهذا النوع؟ هذه 23 مزرعة. والتايجر؟ هذه 75 70 ريال. 75 70 ريال. أيوة. يقول عمان. طيب. كل عمان. طيب سبريم على كم؟ هي 30 ريال. مال تركيا؟ ايوه تركيا. مال تركيا يقول. والسيباس؟ 30 ريال. 30. أيوة. طيب خلينا نشوف سلمون مال مال النرويج. نرويج ودائما يجينا مال النرويج او مال ايران في الغالب بالنسبه للسلمون على كم؟ 43. 43 42 هذه لمنات 40 يمشي. ايوه 40 يمشي. 40 يمشي لانه كان تقريبا تحت ال 40. أيوة. الان تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع او يمكن قبل في حدود ال 40 او فوق ال 40 بشوي. شكرا لك. خلونا نشوف. انا ودي اصقوع ما في اصقوع ما في يعني انا للحين ما شفت في السوق اصقوع او هذه صقوع. لا خثاثيق. خلنا نشوف خلنا ننتقل مكان ثاني. خلنا ننتقل. أنا ما ودي أباعد يعني بين محل ومحل حتى أستفيد من الوقت. خلنا نشوف هذا المحل. تعالي كيف حالك؟ زين الحمد لله. تمام. خثاق مال وين؟ اسم الدوحة. هذا مال الدوحة على كم؟ هذه 27. 27. قباقب على كم؟ هذا 20. 20 18. كراري على كم؟ كراري 12 ريال. 12 ريال. صافي
صافي هذا 30 25 30 25 طيب صقوع على كم لقينا الان لكن بعد مو بالمحار اللي قبل البني تقريبا ايضا نوع من انواع على كم هذه 18 ريال 18 ريال طيب الربيان هذا ربيان السير هذا 23 23 هذا زبيدي أيوة على كم هذه 50 ريال 50 استاكوزا على كم استاكوزا 60 ريال 60 يعني هذا حجم صغير عنده شكرا لك خلونا نشوف الحجم الاكبر شوي ونختم الفقره تعال لي يا مدير تعال لي يا مدير شوي تعال الله يخليك بسرعه شوي بس بسأله عن نوعين قبل لا نختم حلقة اليوم استاكوزا مال وين؟ مال عمان مال عمان وأحجامها كبيرة أحجامها كبيرة عن اللي شفناها عند هذاك على كم؟ 95 95؟ آخر كم؟ آخر شيء آخر يقول ما يقدر ينزل وم الربيان؟ مربيان عمان بعد كم؟ عمان على كم؟ 70 70 تحت ما يصير شوي؟ 68 65 ما يصير؟ 65 ما يصير 68 أمشي 68 يقول نهايته يعني مشاهدينا الكرام مثل ما شفنا في شبرة أم صلال أو الشبرة اللي موجودة في منطقة أم صلال علي وهي الشبرة الرئيسية نلاحظ تنوع الأسماك وأيضا نلاحظ أن السعر لو لاحظناه مع أو قارناه مع أماكن ثانية قد يكون هو الأرخص لكن دائما احنا نقول أهل البحر دائما بالنسبة للأسماك إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة وهناك أيضا ضربات هواء يرتفع سعر السمك بشكل عام يعني حتى في المجمعات التجارية أو في المحلات وإذا توفرت الأسماك بكثرة والأجواء دائما مناسبة للبحارة نحصل أسعار جدا مناسبة يعني على سبيل المثال بشكل سريع لو تكلمنا عن أم الربيان تكلمنا عن تقريبا الشنعد يعني تقريبا قبل أسبوعين أو ثلاثة في حدود العشرينات أو أواسط العشرينات اليوم تقريبا وصل في الأربعينات وأكثر من الأربعينات وهذا حال دائما أهل البحر ونقول بحرنا في خير ونعمة والله لا يغير علينا في دولتنا الحبيبة قطر ويساعد أيضا ليزافة وأصحاب المراكب واللي تجلب الأسماك من البحر ويحفظهم دائما وأبدا في نهاية الأسبوع نقول إجازة سعيدة لكم مشاهدينا الكرام إجازة سعيدة أيضا للزملاء في هذا البرنامج وللزملاء في تلفزيون قطر على أمل نلتقي بإذن الله يوم الأحد بداية أسبوع نتمنى إجازة سعيدة خذ عيالك واطلع برا وروح عنهم مع العلم أن هناك امتحانات وبداية امتحانات والله يوفق طلبتنا إلى النجاح دائما سامحونا على يقصر نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله وفي أمان الله